واحنا بنتكلم عن بطوله 2001 و2001 دي اكيد طبعا من الذكريات اللي ما ينساهاش كابتن هشام حنفي. قول لنا ابرز ذكريات فيها بقى، خاصه مع مانويل جوزيه، مع اللعيبه، المباراه اللي ما تقدرش تنساها. المباراه اللي ما انساهاش مباراه، هما مباراتين اللي هي الشبيبة القبائل تقريبا في الجزائر. تقريبا كان الشبيبه صح؟ الشبيبه حسبنا 1-0 بريم سعيد. دي كانت صعبه جدا، دي صعبه جدا، وجوزيه اتنرفز في مع المسؤولين في الاستاد، و بعد المباراه ولا قبل المباراه؟ قبل المباراه. لا تعبونا جدا جدا في، لان احنا كنا في مصر. لا الماتش الاولاني كان هناك، كسبنا 1-0، وكان الماتش ده بالنسبه لهم كان هم بينافسونا مع مع فرقه كمان، مع بيترو اتلتيكو. بيترو اتلتيكو خسرنا احنا 4-2 4-2 هناك في انجولا صح؟ لا هنا خسرنا يعني، هنا 4-2 كسبنا هناك 3-1. مظبوط. عشان كده انا بقول لك اول ماتش لينا كان بيترو اتلتيكو هناك، كسبنا 3-1. رجعنا رجعنا كسبنا ماتش على ملعبنا، وطلعنا الجزائر كسبنا، رجعنا اتغلبنا بيترو اتلتيكو 4-2، مع ان المباراه دي من احلى الماتشات اللي الاهلي عملها رغم الخساره. احلى الماتشات. جوزيه طلع يمكن يتكلم معانا كويس جدا بعد ما احنا قلنا هي خناقه، وطبعا 4-2 والاستاد متقفل، و4-2 بتتغلب وانت كسبان 3-1. فاحنا فعلا ادينا المباراه دي كويس قوي قوي، فهنينا بعد المباراه بشكل قوي، حتى احنا استغربنا يعني، لكن كان عندنا اصرار ان احنا نحقق البطوله يعني. فعشان كده بقول لك مباراه الجزائر هناك الشبيبه رحنا لن ننساها بقى. ليه؟ لان احنا نزلنا وصلنا قبل المباراه بساعه ونص، كاي فرقه بتوصل قبل المباراه بساعه ونص، بس الاجواء بتاعت شمال افريقيا كانت صعبه جدا. الاجواء بقى ايه؟ اول حاجه ما رحناش من السكه بتاعتنا اللي احنا بنروح بيها الاستاد، فدي كانت اول عائق. ان انت رحت من طريق تاني خالص، فرحت متاخر. فلما وصلت متاخر ما رحتش على اوضه اللبس على طول اللي انت قلعت فيها لما رحنا التمرينه، ما انت عارف انت ليك تمرينه واحده على الملعب الرئيسي. فعشان كده رحنا اول حاجه رحنا متاخر، بدل ما نروح قبلها بساعه ونص رحنا قبلها بساعه الا ربع. تخيل ساعه الا ربع وصلت الاستاد. حتى لدرجه ان هو كان عايز ياخد قرار نلبس في الاوتوبيس. وتنرفز على الناس في واحنا راكبين الاوتوبيس، ان هو الناس اللي هم خط السير يعني. ولما وصلنا الملعب لا لقينا كمان بقى ان احنا داخلين على الاوضه قافلين الاوض بالاقفال. وقفنا 5 دقايق قبل ما جم وحد رد علينا وحد عبرنا. قال لك لا ده انت هتقلعوا فوق. فوق فين؟ فوق في الدور الرابع في الاستاد يعني، في اخر المدرج. طبعا اتعصب جدا، ساعه الا ربع واللعيبه مش جاهزه، فاحنا عارف اللي هو ايه، احنا ماشيين في الطرقه بنلبس، اسال فيها كل الناس اللي كانت موجوده. فاتنرفز جدا، ولدرجه ان طب ماشي خلاص في اسانسير هنا هياخدنا نطلع في الدور الرابع. قال لك لا الاسانسير واقف. فتخيل انت حضرتك بقى بتطلع مدرج كلها قبل المباراه، قبل المباراه حمل تاني قبل المباراه وانت طالع. ما بهزرش والله. طلعت 4 مدرجات عشان تطلع الدور الرابع، وطالع على السلم، فانت متخيل. لدرجه ان هو كان عايز يقلعنا في تحت عند الملعب، قال لك لا مش هينفع، اصل انت المفروض تنزله مع الفرقه من الجانب الاخر للاستاد. عارف معاكسات جامده جدا جدا يعني بصراحه يعني. ولكن الحمد لله حققنا الهدف. هو قال لنا كده، قال لك بص مهما حد يعطلك انت عندك هدف، فنكسب المباراه دي ولازم نرد عليهم بالمكسب، وكسبنا الحمد لله يعني. تمام، واحنا كلنا نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي يوم السبت.